فضيلة الشيخ، ما تقولون فيما يفعله بعض الشباب من أبناء المسلمين اليوم في الألبسة التي يرتدونها للرياضة وهي تحمل شعارات لدول كافرة أو لبعض اللاعبين من الكفار أو فيها شعارات تعصب لبعض الفرق الرياضية الكافرة إعجابا بهم؟ هل هذا من موالاة الكفار؟ أفتونا وفقكم الله. قد يكون هذا ليس من موالاة الكفار ظاهرا، لكن من فعله فإن في قلبه من تعظيم الكفار ما ينافي الإيمان أو كمال الإيمان. والواجب علينا نحن المسلمين أن نقاطع مثل هذه الألبسة وأن لا نشتريها. وفيما أحل الله لنا من الألبسة شيء كثير، لأننا إذا أخذنا بهذه الألبسة صار فيها عز للكفار، حيث كنا نفتخر أن تكون صورهم أو أسماءهم ملبوسا لنا. هم يفتخرون بهذا ويرون هذا من إعزازهم وإكرامهم. وثانيا أنهم يسلبون أموالنا بهذه الألبسة، مصانعهم حامية وجيوبنا منفتحة لبذل الدراهم لهم، وهذا خطأ. الآن لو أنك ذهبت إلى بعض البيوت لوجدت المرأة عندها أكثر من 20 ثوبا، كلما ظهرت موضة اشترتها. وكذلك بالنسبة للاعبين، والذي أشير به على إخواننا هؤلاء أن يقاطعوا هذه الألبسة نهائيا، وأن يكتفوا بالألبسة التي تفصل هنا على الطراز الإسلامي الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.